عليكم ابطال امير براز، رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد. والتحدي اليوم عباره عن ملحمه اسيويه، نودلز سانوكي اودون الياباني العريض، نودلز الساموراي ضد الصاص الكوري الحار هوت تشيكن فليفر بولداك. راح اسويها على طريقه نودلز ساميان جاهزه، طبعا انستنت نودلز، بس هاي النودلز هنا الياباني مطبوخه، جايه مطبوخه باليابان طبعا. هذا شكلها درزن 12 وحده بي، كل وحده وزنها 200 غرام، مطبوخه وجاهزه وكامله هاي النودلز. وهنا أنا عندي طبعا جذور النباتات الصينيه حتى تصير خلطه اسيويه، ياباني كوري صيني. وهنا أنا عندي سمسم طبعا، نودلز ساميان يستخدمونه يا سمسم، وسيويد، هذا السيويد موجود ياباني. وحتى تزيد صعوبة التحدي جبت لي دجاجتين مشويات وبعد حارات سبايسي تشيكن من احسن واحد يشوي دجاج بالمانيا طبعا، باومان اسمه، وهاي الصلصة مالتهم الحارة. خلوني بدون ما اضيع اي وقت يا ابطال بطلات امير بروز اجهز هاي الوجبه التاريخيه، وخلي نشوف شو راح تكون نتيجه هذا التحدي. حلو، مطبوخ باليابان من نادي فتحة. هاي نوعيه جديده، اول مره اشوفها. نوعيه جديده اخوي، مطبوخ كامل مصبوخ. هذا بس تحميه. ممتاز، مكتوب هنا على الغلاف 3 دقائق، تخليه فوره 3 minutes. هاي النودلز هالشكل صايره، نسوي الريفيو على السريع شلون ترفع حلوه. هاي بعدين طبعا من تخليها بالماي تفك، خل افتحهم كلهم. شوفوا الكميه التاريخيه صراحه، الوزن المجموع يصير كيلوين و400 غرام، لان يعني مثل ما قلت لكم كل وحده وزنها 200 غرام، في 12 كيلوين و400 جذور نباتات صينيه. خليها على النودلز شكل يعني مثل التوابل، همين جاهزة، ممتاز، جاهز بجاهز، فريش بفريش. اوكي طالمي بروز، هذا الماي عندي حمى طبعا، خليت بيه يعني ثلث مو كلش هواي، وهنا عندي هذا السخان همين بيه ماي، اذا احتاج انا خلي فوقه. هاي النودلز خلنا ننزلها بالجدر. نودلز باردة لهذا السبب الماي سكت عندي، كان يفور. هنا عندنا هالسخان بماي همين جاي يفور، ممتاز، فصل. راح افرغه على النودلز بهاي الطريقة. يلا ممتاز، نغرقها كلش، ننقعها. طبعا تحسب 3 دقائق من الفوران، يعني مو هسه، هسه حاليا ما تحسب شيء. انت ليش ما تطبقه؟ مو احسن؟ لا يوسف، النودلز ما تطبق، تعجن. أوه. تلزق وحده بوحده. جاي شوف يوسف، صار السميكه صحيح. اكثر، السمك مالها زاد. واو طوال، ممتاز جدا. يلا طفي طباخنا، كميتها عملاقه، ما ادري اذا هذا المصفي راح يشيلها لو لا. واو شنو؟ ما يكفي، ما يكفي. واو، اوه طفحت، اوه فيضان، تسونامي. شنو صار؟ شنو صار يا ابطال؟ فضنا، فضنا اخويا. وين ربي؟ في البخار والترتيب. اللي هذا الماي نذبه ونرجع لكم. وننشف هاي الهوسه اللي هنا. نكمل تصفيه وتوشيل الجزء الثاني. الجزء الثاني ما اريد ابذر منها اي شيء، هاي النودلز تحدي هو لازم بالكامل. ها اخويا؟ اي طبعا. وشوف هاي جذور النباتات والخضار لعبت دور مهم يا يوسف. طبعا. الصينية. فرغ، نجيب هنا الصحن مالنا، وهاي النودلز. اوه. تعال خلنا فتحك، صاص كلش قوي هذا، يغلفونه تغليف محكم. يلا عيني، شوفوا يا الصاص. واو، لك شنو هالصاص؟ شنو راح تخليه كله؟ شنو كله طبعا، شلون لعب كله بعد 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 وبعد هم راح اقلبه هيج حتى ينزل، خليه هنا فترة، وهم فرغ. يستخدمون عليها سيويد، هي هاي النودلز الكوري، فرغ لنا السيويدات هالشكل بهاي الطريقة، ما نكثر.
فرغ السمسم، حطون عليها سمسم هي هم. وهسه نخبطها. واه شنو هاي النودلز؟ وشنو هذا الصاص اللي تغلغل بأعماقها؟ كوري على ياباني على صيني. هذا الدجاج مثل ما قلت لكم طلبته سبايسي، وهاي صلصات الدجاج همين سبايسي. هنا الريحة أشبه بالخيال يا أبطال أمي بروز، صراحة رهيبة هاي النودل صارت. أوه ممتازة، باع البخار مالها بعدها حارة هاي الدجاجة. يلا تفضلوا. وهاي الصلصات نقدر نفرغها هنا. اوكي هذا يمكن نزل، همين نفرغه. واو وخلوني ابلش. بسم الله الرحمن الرحيم، بس الله يستر من هذا التحدي الصعب. واو يا النودلز، واو شنو هاي النودلز طعمها. اوكي ما جاي اسيطر على التشوب ستيكس، خلوني استخدم الشوكة هسه حاليا وبعدين استعرض مهاراتي المتواضعة صراحة بالتشوب ستيكس. عند اسوي لها ريفيو اول شيء. يلا عيني تفضلوا، اقولكم عليها نظرة عن كثب. هاي النودلز صراحة رهيبة. وهذا الدجاج. طعم رهيب، طعم خيالي يا أبطال، والحرارة أشبه بالخيال. شوي اكل دجاج على ما النودلز تبرد. شنو هذا الشوي مالته؟ يستحق هذا اللقب احسن شاوي دجاج. استمتع بهاي الوجبة التاريخية. شو الحرارة يوسف؟ ها اي بس هاي النودلز العريضة تحفة صراحة، تحفة تحفة. سولف لي على السيويد والسمسم، مبين مسوي في الطعم. شو صارت تحفة يوسف؟ عافيه شي كمل لك شي صحيح. انت اذا تلاحظ فيديوهات النودلز اللي كنت اسويها، اي اللي سويتها الكوري ساميان، يجوا يا سيويد وسمسم التوابل. اوه حلو. وهذا الصاص نفسه بالضبط، يجوا كياس صغار هذا الصاص. انا جبت بطل كامل. حلو. بس النودلز استخدمت هذا الياباني المطبوخ باليابان، والتشكيله مال الجذور الصينيه هم رهيبه. ضفت عليه إضافة الجذور الصينية عافية، ودجاج أكيد. هذا الدجاج هذا وأنا معشاق الجناح. شوفوا لي هذا الفخذة مشوي بالصلصة الحارة. يلا تفضلوا افتح حقك يا بطل، افتح حقك يا بطلة. فخذ مشوي من أروع ما يكون.
خلوني اكلكم هاي القطعة بيدي. لا حد يقول لي امير براز وما ادري شنو وتشوب ستيكس وساتشينا وشوكا، لا 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 لا، هاي النودلز والدجاج لا يقاوم. لا 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 لا، تعال 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 تعال. واه حار 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 حار، ما سيطر عليه اخوي. الحرارة فظيعة. نستخدم هنا مشروب الرمان مثل ما جاي تشوفون، مشروب منعش. واو، خلوني اطير هاي الدجاجة، ارد اسوي مجال حتى تبرد النودلز. اوكي، انتهت عندي هاي الدجاجة بالكامل، ممتاز، طعمها رهيب كان. انطيها تقييم شواء 10 من 10. بدايتها من اصعب ما يكون تصير هاي النودلز، الصوص الكوري هذا. واو، شنو من نودلز. شوفوا لي هاي الطاسة الرهيبة من النودلز، صراحة الحرارة فظيعة. هاي الصلصة مالت الدجاج كلش حارة، فرغتها بالإضافة للصوص الكوري، ما أدري تفاعلت وياه مدري شنو. هو هذا صوص اكس 1 يعني حرارته مو نفس الاكس 2، بس يظل حار كلش حار. بس أتصور ويا هاي الصلصة زادت حرارته أكثر وأكثر، والكمية الباقية فظيعة، كمية نودلز عملاقة. على كل حال نستمر، مجرد حرارة قوية. بعدني صراحة جوعان، بس المشكلة الحرارة وحرارة النار، حرارة الطبخ الماي، إنها هي حارة جاي يزيد الصعوبة أضعاف. من بردت شنو؟ شوية بردت هم مو كلش. صدق تستمتع به. آخر استمتاع يا يوسف. وبدأت تبدي صعوبة التحديات طالما إبراز تعدي المشروب الأول. وخلوني أستخدم هذا سمر فروت، مشروب منعش صراحة. وباقي لي هاي الكمية مثل ما جاي تشوفون، وطاسة هنا عملاقة ودجاجة. شوفوا لي هاي الدجاجة شلون شبعت بالصوص الكوري، وهاي الصلصة هي لازم داخلة من ضمن التحدي طبعا، ما يصير لازم داخلة. نفرغها على الدجاجة بهاي الطريقة. صلصة حارة، شكلها شكلها شكلها، تبلها تبل ونلتهمها. شوف الصلصة. يبي شوية. همين اوشل جي توشل. يلا عيني عارف اخذ.
كمية كلش كبيرة تحديات الحرارة ما تصير هيك كميتها. بس اسوي لكم بعد، تستاهلون يا ابطال الميبروز. طلباتكم غالية علي. اخر شوية نودلز، اخر شوية نودلز يا ابطال. تحدي صراحة صار من اصعب ما يكون. الحرارة صارت تلكانية، المشروبات بدأت تتخلص. بس شوي باقي مشروب من هذا. باقيني شوية نودلز. قاعد اشوف طبعا قطع زنجبيل من ضمن هاي الخضار الصينية ضفتها وجذور نباتات. هاي بقت بس هاي اكلها وافوز بهذا التحدي. اسمع قرمشة الزنجبيل. اخر لقمة اكلها وافوز بهذا التحدي الصعب. اسويك لقمة واحدة اسويك. بوي. يلا بس هاي. صراحة تحدي من أصعب ما يكون كان. خصوصا حرارة الماي ما انتظرتها تبرد وهي من نانا سبايسي. ومثل ما شفتوا يا أبطال بطلات أمير براز قدرت أفوز بهذا التحدي الصعب والعملاق والعنيف. طبعا أكلت درجن نودلز ياباني ودون العريض بالصاص الكوري ودجاجتين مشويات. بنهاية هذا الفيديو أشكركم على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة اللي ما مشتركين بعدهم. ألتقيكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.